يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما موقف إمام المسجد إذا أتى أحد المحتاجين بعد صلاة الفريضة مباشرة وقام بسؤال الناس؟ لأن هناك بعض الأئمة ينكر على هذا المحتاج ويستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقال: لا رد الله عليه ضالته. هذا خطأ، هذا استدلال خطأ، هذا في الذي يشدد ضاله، أما الذي يطلب المساعدة فهذا لا ينكر عليه إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يعلم أنه كاذب وأنه ليس محتاجا، هذا ينكر عليه ويمنع. الحالة الثانية أن يشوش على المصلين لا يتركهم يذكرون الله بعد الصلاة، يرفع صوته ويشغلهم عن الذكر، هذا ينكر عليه. أما إنسان متأدب ويقف بأدب ولا يشوش على الناس ولا يعلم أنه كذاب، لما يمنع، لما ندري عن حاله. نعم.